قال رئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عقب مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول الساحل الخمس أقامت قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة، وأعرب عن شكره لفرنسا لدعمها تلك القوة. من أجل مواجهة تحديات الإرهاب وانعدام الأمن والتنمية في الساحل، قامت دول بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد بإنشاء مجموعة الخمس في الساحل التي أصبحت تمثل في وقت سريع جدا إطارا ناجعا لتنسيق مخططات التنمية الشاملة في المنطقة ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات. وقد قدمها الرئيس ماكرون في وقت مبكر دعمه لمجموعة الخمس في الساحل من خلال دعوته إلى إنشاء تحالف من أجل الساحل. وعملت فرنسا إلى جانب جهودنا الدبلوماسية المكثفة في إطار مجلس الأمن من أجل أن يصادق على قرار لدعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل.